مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يعلن انتهاء الهجمات على مواقع محددة تابعة للنظام في سوريا، ووزارة الدفاع الروسية تقول إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا لم تستهدف مواقع قريبة من القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين في طرطوس وحميميم في سوريا. والسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف يحمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسؤولية عواقب الضربات التي نفذتها الدول الثلاث. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة بالهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف في سوريا، وقالت إن واشنطن وحلفاؤها سيتحملون المسؤولية عن تداعيات الهجمات في المنطقة وخارجها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو كل الدول الأعضاء إلى ضبط النفس والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد بعد الضربات الغربية على مواقع للنظام في سوريا.